كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن الرزنامة النهائية لفعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين، والتي ستشمل على مجموعة واسعة من الاحتفاليات في مختلف محافظات مملكة البحرين طوال شهر ديسمبر الجاري. من جديد، تعود الروح إلى فعاليات موسم أعياد البحرين التي ستشمل مجموعة واسعة من الاحتفاليات في مختلف محافظات المملكة طوال الشهر الجاري. رزنامة حافلة بالأنشطة أزاحت الستار عنها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، مبشرة بالرجوع وبشكل نهائي إلى ما كانت البحرين تشهده في شهر ديسمبر قبل جائحة كورونا من إقامة العديد من المهرجانات. وها هي تعلن الهيئة ومن بعد تفعيل التعديل على الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا في البحرين بعد دراسة الوضع الصحي فيها، تعلن انطلاق فعاليات موسم أعياد البحرين دون ضوابط تذكر، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكة بأعيادها الوطنية وبدء فترة الإجازات والعطلات الدراسية فيها وبمختلف دول مجلس التعاون الخليجي. موسم أعياد البحرين سيكون هذا العام استثنائيا من حيث التنوع بالفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية، والتي من المؤكد أن تستقطب أعدادا كبيرة من السياح وتثري المشهد السياحي بالكثير من الأنشطة المختلفة بغية تهيئة أفضل الأجواء الممكنة لإدخال البهجة في نفوس العوائل والأفراد على السواء، والاستمتاع بكل ما اعتادت الأنفس رؤيته وخوض تجربته خلال موسم أعياد البحرين. من فعاليات ليالي المحرق في الأحياء التاريخية للمدينة إلى احتفاليات مهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان، إضافة إلى فعاليات المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية بمناسبة الأعياد الوطنية بتنظيم عرضات متفرقة ومسابقات تتعلق بالموروث الشعبي، ليكون الجميع أيضا على موعد مع احتفالات محافظة العاصمة بالعيد الوطني والتي ستتنوع بفقراتها، إذ من المتوقع أن تشمل على عروض الدرون والعروض الضوئية في خليج البحرين، إلى جانب احتفالات أضواء البحرين التي ستغطي عدة مواقع بمختلف أنحاء المملكة، وتنظيم عروض الألعاب النارية التي ستملأ الأرجاء بصوتها لتزهو بألوانها البراقة.